السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في الجلسة الأسبوعية اللي نقعدها كل أسبوع أنا ومستر مروان الحنين. وطب مروان، كيف الحال؟ كل عام الحمد وأنت بخير يا أخي. لله، خير وصحة وسلام. بكرة العيد يا أخي، اليوم العيد. المهم، الله يعيدك على المسلمين كلهم إن شاء الله. علينا وعليك أخويا، علينا وعليك. أمس كانت يو اف سي فيجاس 53، في النزال الرئيسي كان روب فونت المصنف الخامس في الباتم وين ضد مارلون تشيتيفيرا، وانتهت بفوز مارلون تشيتيفيرا. عارف انك جالس هناك يا مروان، شايفك انا. المهم، والفوز كان يعني مباراة كانت وان سايدد، اول شوط والثاني شوط والثالث شوط والرابع شوط كان سيطرة كاملة. لا، أول شوط سيطر شوية روب فانت، لكن باقي الشوط باقي المباراة كلها سيطر مارلون فيرا. هو أنا ما شفت الفايت، لكن شفت النتيجة، إنه في حكم حسب جولة لروب فانت، وفي حكمين جولة. حسبوا جولتين. أول جولة فيك تقول الثانية برضو يعني، لكن يعني آخر الشوط مارلون يسوي حركة قوية، بوكس قوي كذي، روب فانت تطيح ويحسبوا للشوط، فهمت؟ هو عمدا، لكن جت كذية يعني. هي نفس موضوع جلبر بيرنز وحمزة ما كان بيفوز لولا النوك داون في الجولة الأولى، نفس الموضوع يعني، لأن النوك داون يفرق معك معقول جدا، كلام معقول جدا هذا، لكن ما أظن أتذكر، لكن نفس الشيء، واحد سوى جهد كثير 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 بعدين ما سوى شيء، ما كفخ وراح بيته خسران اللي هو رابون. الديفيشن الحين بدأ يتحرك، وأخيرا الفئة بنتميت بدأت تتحرك. صار عندنا كينج اللي هو الجبن ستيرلينج، والحين بيتريان حطه على جنب. شو نسوي؟ خسر يعني. حتى مع فوز الجبن ستيرلينج يعني الظلم هذا ما اعتبره الملك. بعتبر اني ما سمعت الكلام هذا. المهم، عندنا ملك في البنت اسمه ألجيمين ستيرلينج، لونج ليف ذا كينج. انا مع اللي فاز، انا بيني وبينك احب بيتر لين اكثر من في الديفيجن هذا، لكن يعني لكن المباراه لو ترجع للمباراه كان افضل يعني. في هي جولتين لبيتر يان يعني واضحات، وجولتين لألجيمين ستيرلينج واضحات. هي اللي فرق الموضوع الجوله الاولى. في ناس تشوف ان الجيمين ستيرلينج فاز لانه يعني كانت ليك كيكس شويه اكثر. انا من وجهه نظري انا اشوف بيوتريان عشان اللي هو نفس ما اقول لك السيطره على السنتر اوف اوكتاجون يعني. هو ما ضرب يعني، ما بقول لك ان بيوتريان ما ضرب بس يعني لو بالنسبه لي جوله متقاربه بس اقرب لبيوتريان كانت. فالحين للاسف الديفيجن تخربط، صار خربطة. ما تخربط، بدأ يمشي الحين، بدأ يمشي الحين. كرة سان هيجن فوق، كرة سان هيجن يلعب الحزام، بعدها خوسي ألدو يلعب الحزام، بعدها هذا يلعب الحزام. حاليا أعتقد هو الجيمين ستيرلينج نادى كول أوت لتيجي ديليشو، بس أعتقد أن جوزي ألدو هو الأولى بالفرصة. هو الأولى أظن تيجي يعني ديليشو لازم يلعب مع صاحب صديقه اللي هو كرة سان هيجن، كان يدرب مع بعض الظلة. هما لعبوا أوردي. أها صح، أتذكر. فاز تيجي سبليت ديسيجن. بس لكن لا، أنا تيجي لازم يلعب بيوتر يعني. تيجي لازم، أنا أشوف إذا بيغير يبغى يستحق فرصة يفوز على بيوتر يعني. هذا الشيء اللي نشوفه صعب. واو. وانا اشوف بالنسبه لي لو انا الماتش ميكر في اليو اف سي، جوزي ألدو ضد الجمن الفايت الاول، الفايت الثاني يكون بين بيوتريان تي جي دريشو، واحط مارلين فيرا ضد كوري سان هيجن. زين، وات نوت يوم مره بدفرش في الليجي. هذا اللي ما حسبنا حسابه، ممكن احطه ضد روب فونت. ممكن لا، روفان تحطه مع صديقك
شنو مالي متأكد 100% خسر هذه 100% نهاية السنة هذه يحطوا روب فونت مع هذا أو ممكن لا صح في مباراة مجدلة جورج ديفاجالي ضد دامين كروز أتوقع أنها قريبة معقول بتكون جداً. قريب يعني يقول لك في خب في إشاعات لأن شغالين على المباراة معقول جدا 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 هي مباراة معقول راسلر ضد راسلر دامين كروز اللقب والله يعجبني المباراة هذا الجورجيين هذا كل ما يجبوني اللي اعتبوريا مراب ولا يعني جماعة طيبة هذيك جيكاتسي ما يعجبني جيكاتسي ما يعجبني اوكي نت أفان لأنه شيء يعني كبير في السنة لا مو كبير موضوع أنه كان عليك هايب كثير كان عليك هايب جدا كبير صح بعدين هيدن دليفر تعنيف اللي صار مع كيفن كارتر هذا كان تعنيف حرفيا هذه وان سايد نفس اللي صار مع هذا من شويه نفس اللي صار مع روب فونت واحد عنده لعب لكن تكبخ صح والثاني ما صار شيء ممكن خلاص عامل السم يعني فرق معه ما عشان كذا يعني يروح عليك قاعد يمكن يصير له يعني شوف اللي ينضرب هذا شوف يعني مثلا لما توني خسر من جيتشي حبيب طلع قال اللي ينضرب هذا الضرب صعب يرجع يمكن روبونت يصير فيه نفس اللي صار في بودرو مونيوز الحين او مارلم رايش يمكن بداية النقوض الحين وكلامه لين الحين صح حبيب لحد بس لو مثلا ممكن نفس القاعدة تمشي على روبونت ما اعتقد انه بيرجع روبونت نفس قبل خلاص بتشوف يعني بيخسر من رأيي يمكن نفس مارلون مرايش ومونيوز يعني مرايش ورد يعتزل مونيوز من خسارة الخسارة فما أعتقد أن روب فونت بيرجع توب فايف أبدا ما أعتقد لا خلاص أبدا يعني أنت تتكلم ديفيجن في جوزة ألدو تي جي ديليش وكورسان هيجل مراب وفيرا هذول ستة غير البطل ألجون ستيرلينج فأنا أشوف كل هذه الأسامي أعلى منه يعني البانتوم ويت طلعت إحصائية تقول لو حسبوا هنري سهودو وكودي غاربرنت لو حسبوهم الاثنين يكون أكثر ديفيجن كان فيه أبطال يو اف سي ثمان أبطال صح لو حسبوا هنري صح سهودو صح. وحسبوا هذول الشاميان هذول كانوا الشاميان في التوب 10 أيوه صح كلهم كانوا شاميان يعني هالدو كان في الفيدر ويت شاميان كلهم كورسان هيجن تقريبا هاي هو الوحيد اللي ما كان شامل ديفيجن رجع نفس ما قلت تتحرك صح للأسف بطل ألجمان ستيرلينج لكن الواقع خلاص اوف I feel sorry for that nigga for that guy مهم وين تشوف شو اسمه مارلن يلعب المباراة جاية فيرا؟ يا بيوتريان يا كوري سان هيجل ما أعتقد يطلع من هالاسمين كوري سان هيجل خسر صح؟ لا لا كوري سان هيجل أنا أشوفه يعني لا شوف لو أنت بتروح على حسب إذا أنت تبغى تودي مارلون فيرا للبطولة أسرع طريق بيكون أسرع لها أنه يطوف بيكون أصعب بس أسرع أنه يفوز على بيتريان ما حفوز عليه اللي فوز عليه أنا ما أنا أشوف يعني بيتريان مباراة ألجمن كانت تعرف يعني كل شخص يكون له عشر لو أحسب لك عشر مرات أنت بتكون سيء في مرة واحدة ممكن فبيتريان كان سيء يعني مو بسيء سيء بس أقل من بيتريان بكثير اللي نعرفه بكثير ضد ألجمن أنا أشوف هذه كانت كبر صح كان بيتريان في حالته الطبيعية يفوز على اي بانتوم ويت حتى لدرجة ألجمان ستيرلينج انسحب مرتين من الفايت واخذ سنة كاملة وحتى غير بنية السدية عشان يلعب النهار والكورنر ماله مش ما اعتقد انه هو كان نفس الكورنر اللي كل مرة يلعب معه فيمكن دخل بعاطفة شوي انه يبغى يخلص المباراة بس
بيتر يان فضل حتى يفوز على اي بانتمويت. يعني حتى لو هنري سهودو يرجع انا اشوف هنري ما حرجع يا هنري، هو وقع على نفسه وطلع برا الباب. لا شوف شوف من اكثر الاشياء اللي يكرهها دانا وايت هي انه واحد يطوف الوزن بحد كبير، وانه واحد ياخذ اللقب ويترك ويطلع برا الباب. جورج سان بيير هو ليش ما رجع جورج سان بيير وخلاه يلعب ضد حبيب زمان؟ لانه خاف ان جورج سان بيير يمكن ياخذ لقب اللايت ويت ويختفي. نفس لعبنا سواء بسبين صح. فممكن هذا الشيء اللي ما بيخلي دينا وايت يحط يمكن هنري سهودو على اللقب على طول. وتعرف ليش كذي؟ تعرف ليش كل شيء؟ انه هو اشتغل على اسمه. انت تطلع بالربوب ليش؟ هي هو انت بعدين بتخلي اللقب فاضي، ولما تخلي اللقب فاضي يعني تسويقين انت اقل. انت بتخلي مباراه مثلا بين اثنين ما فازوا على اللقب، فمش نفس لما يكون في حامل لقب ومنافس وتبني قصه عليها. انت تتكلم عن حامل اللقب مع اللقب هذا هو عمله بروحه صح. هو يبيع تكتات، هو البيبر فيو. لما تسوي حزام شو حتسوي؟ هتجيب اي حد تحطه على الحزام تقول له انت ما تقدر تبني قصه بعد على انه والله هذا بالضبط. ممكن هذا الشيء اللي يعني حتى لما شفنا ان هنري سودو تحدى فولكانوفسكي الكل كان يقول انا منهم، انا لو انا دينا وايت ما اعطي هنري سودو الفرصه. صح 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 انا منهم، انا دينا وايت ما اعطي فرصه والله. عنده حزام انه يطلع برباب هاي بعد، يعني مش حزام، يعني هو الوحيد اللي اخذ حزام. يعني كونر حاله خاصه، يعني كونر ما اعتزل، كونر طلع راح من لاكر. ايوه كونر عنده موضوع ثاني. ها كونر موضوع ثاني، بس هنري اللي يعني الوحيد اللي اخذ حزامين وقال لك انا بعتزل خلاص. الله هو الشكل بيعذبه ليه ما يحل زيته. هم يقولوا إن هنري سود رجع لدائرة التخصصات وسادة، بس فآخر لسته اسمه في لسته طلعت وسادة اللي فحصوا في السنة، يعني من المقاتلين مثلا طلع عسكروف أكثر قاتل فحصوا في السنة مرات، فهم في لسته أسامي هنري سود ما كان. فهم يقولوا إنه هو يقول إنه هو بيرجع، بس ضد مين؟ يعني طلع في الفترة الأخيرة يمكن هو خلاص هنري سود طفش من الموضوع إنه يتحدى فولكانوفسكي. حتى في فترة كان يقول جيبوا لي ماكس هالوي عاد، بس الحين رجع في الفترة الأخيرة ينادي ألجمان ستيرلينج. شوف إنك تدخل يوسادا تطلع وأنت علامتك ناجحة، تدخل بعدين عند اليو إف سي تقول لهم أعطوني كونتراكت أنا عندي يوسادا دم نظيف، هذا شيء. وأنه يعطيك اليو إف سي تعطيك الكونتراكت شيء ثاني ما حد بيعطيه، شغله بيلعب من حبيب. لا شوف اصلا المقاتلين يعني مثلا هنري سودو ما يحتاج انه ياخذ، هو اوريدي عنده عقد مع اليو إف سي، هو معتزل عنده عقد مع اليو إف سي، فهو بس انه يحددوا له العقد يكون بضمين بس. هنا الفرق، يعني حبيب حاليا عقده للحين مرتبط باليو، عنده عقد مرتبط باليو اف سي. لو حبيب يروح ملاكمه مثلا لازم ياخذ اذن دينا وايت انه يروح. فهذا الشيء يعني لو تعرف انت موضوع عقود اليو اف سي الناس ما تقول هي اكبر، بس يعني في واحد ناقد يقول لك هذه عقود استعباديه، يعني الشروط اللي فيها شروط جدا تعجيزيه لدرجه ان المقاتل ما يحصل تأمين صحي. ها في اليو اف سي خاصة؟ في اليو اف سي. فالعقود موضوع كبير معقد شوي. خلاص خلاص.